بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا إن احنا في ظروف دلوقتي بالنسبة لشهداء الوطن، واحنا وقفنا دي إحداد، لكن عزائنا للشعب المصري كله وخصوصا لفخامة الرئيس، وإن احنا أبطال بيقدموا لنا كل يوم شهيد. فاحنا طبعا يمكن فكرنا في الاول في الغاء المؤتمر، لكن كان متحدد ميعاده، فطبعا احنا عملناه النهارده في ظروف صعبه طبعا بالنسبه لشهدائنا. نحتسبهم ان شاء الله في الجنه ان شاء الله باذن الله. بدايه مؤتمر النهارده بنقدم فيه المدير الفني والجهاز الفني لمنتخب مصر في الفترة اللي جاية. نتمنى من الجميع ان شاء الله بإذن الله ان احنا نكون داعمين ليهم، خصوصا ان هم مش ناس غريبة علينا، هم الناس اساسا مصريين وطنيين، ناس كتيرة كانت بتنادي بمنتخب وطني، ويمكن ناس كتيرة في التحليل بتاعتها كانت بتتكلم ان احنا اخدنا بطولات في عصر مديرين فنيين وطنيين، وتمت مقارنات برضو في ناس كتيرة على ان المنتخبات اللي وصلت لكأس العالم غالبيتهم كلهم كانوا مدربين وطنيين، وده يمكن جزء من بداية ان احنا فكرنا في المنتخب الوطني خالص من عندنا ان شاء الله. طبعا انا بقدم المدير الفني الكابتن ايهاب جلال، مفيش حد بيشجع الكابتن ايهاب ولا ايه؟ بقدم الكابتن ايهاب جلال. كان في توافق كامل من اعضاء مجلس الاداره، طبعا في كلام كتير قيل في الفتره اللي فاتت. انا طبعا يمكن الكابتن بركات طلع وقال ان احنا توافقنا في الاخر، لكن كانت النيات كانت مدرب فني اجنبي او مدرب فني مصري، هي دي كانت نقطة الخلاف. لكن طالما تم اختيار مدير فني مصري فكان في توافق على الكابتن ايهاب جلال. نتمنى من الجميع ان شاء الله في الفترة اللي جاية ان احنا كلنا داعمين لكابتن ايهاب جلال والجهاز الفني المعاون اللي معاه، زائد الجهاز الطبي عشان ما ننساش برضو الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أبو العيلة برضو. إن شاء الله بإذن الله يعني نتمنى إن احنا نسير على درب من سبقونا في الاتحاد المصري لكرة القدم، ويكونوا هم بداية لإنجاز يحققوهن إنجازات في الفترة اللي جاية، وخصوصا إن احنا مقبلين على بطولة في الفترة اللي جاية أمم أفريقيا إن شاء الله 23. فنتمنى إن شاء الله بإذن الله إن احنا الجهاز الفني يلاقي الدعم الكامل في الفترة اللي جاية ويحققوا لنا اللي احنا نتمناه. هل حدث تواصل بينك وبين كابتن محمد صلاح بعد توليك المهمة؟ حدث تواصل، وهو يعني ربنا يوفقه إن شاء الله، ان شاء الله نامل ان هو ياخد كل البطولات اللي موجوده ويجي ان شاء الله يعني يساعد فرقته، وهو روحه يعني كبيره جدا، وهو ليه دور كبير جدا في الفتره اللي جايه ان شاء الله. يعني كيف يستعد المنتخب في 3 أيام فقط لخوض اول مواجهه رسميه؟ احنا قلنا هو الوقت احنا نعتمد عشان كده على اللعيب الجاهز بس الفتره اللي جايه دي، عشان برضو ما نيجي نختار احنا هنختار اللعيب اللي بيلعب في فرقته، اللعيب الجاهز، اللعيب اللي بيلعب في فرقته بيأدي اداء جيد، بعدين بعد كده احنا هنبتدي نبص بقى للعيبه اللي احنا متوسمين فيهم ان هم ممكن يعملوا حاجه بعد كده ومحتاجين بعض الوقت، لكن احنا هنبقى اختياراتنا في حدود اللعيب الجاهز، وهنختار بعض اللعيبه المصابين انتظارا لانهم يرجعوا قبل المباريات ان شاء الله. هل ستكون تجربه كابتن ايهاب جلال مع منتخب مصر مجرد تجربه عابره ام هناك مشروع؟ والله انا قلت برضو في الاول وعارف ان اتحاد الكوره عنده يعني جاي المره دي وعنده بدايه فكره مشروع كبير، ودي حاجه من الحاجات المهمه،
وهو ما يجبش ان يبقى فيه فترة عابرة، حتى لو احنا موجودين او مش موجودين لازم يبقى فيه بداية مشروع. عشان كده انا قلت احنا هنيجي نكمل على الايجابيات اللي اتعملت قبل كده، مش عاوزين نلغي كل حاجة اتعملت قبل كده، لكن نبتدي من عندها. وفي نفس الوقت لو في سلبيات او في بقى مشروع كبير زي الاتحاد عاوز يعمله او الرابطة او وزارة الرياضة، اعتقد ان احنا لينا الشرف ان احنا نساهم فيه فنيا. يعني الجهاز الفني السابق كان بيعتمد في تشكيلته الأساسية على المحترفين، كابتن إيهاب جلال رأيه؟ أنا هعتمد على اللعيبة برضو الجاهزين سواء محترفين أو محترفين داخليين، يعني في مصر اللعيب اللي بيلعب في فرقته جاهز هنعتمد عليهم في الماتشين الجايين، وبعدين بعد كده نشوف إيه اللي ممكن يحصل يعني. طبعا دايما منتخب مصر هو مرشح من المرشحين الأوائل، يمكن أول دايما أول اسم بيتقال في أي بطولة أول اسم بيتقال منتخب مصر، فإحنا في الأول والآخر عارفين الكلام ده، وإن شاء الله إحنا ما بنشتغلش غير عشان إن شاء الله المنافسة على كل البطولات اللي ممكن ندخلها كمنتخب. لكن عندنا مرحلة أولانية إن شاء الله إن إحنا نبتدي التصفيات اللي هي قريبة جدا، وإن شاء الله نعدي التصفيات دي وبعدين نحضر للبطولة إن شاء الله. لماذا وافق الكابتن إيهاب جلال على تولي المهمة هذه المرة؟ والله انا قلت في سياق الكلام ان هو يعني هنقول انه تكليف، وبرضو انا مش من السهل ان انت تقول لمنتخب مصر يعني لا مرتين، ولو ان انا برضو يعني ما قلتش لا، يعني مش ظروفنا كانت مختلفة. تاني حاجة ان طبعا استاذ جمال كان والمجلس ده اللي موجود كان يعني اكثر سهولة وتفاهما للموقف. يعني هل فكرت في الاعتذار عن المهمة بعد الانتقادات الموجهة لاختيارك في البداية؟ لا انا مش، خلي بالكم انا مش متابع جيد للانتقادات قوي، لكن انا اي حاجة ممكن تتقال على نقد بناء لشغلي سواء زي ما قلت قبل كده ان احنا نبقى مختلفين، دي حاجة عمر ما في مدرب هيقعد هنا مكان ايا كان والناس كلها هتبقى متفقة على ارائه او على اختياراته، لكن هيظل ان احنا في اتجاه واحد كلنا، فيجب ان احنا ندعم بعض وان شاء الله نحقق حاجة كويسة. ايه نوع الحمايه اللي هيوفرها اتحاد الكره للكابتن ايهاب جلال والجهاز الفني الفتره الجايه؟ لا مش دور حمايه، احنا مش حمايه مش حراس، لكن احنا داعمين للجهاز الفني في كل ما هو يطلبه سواء ماتشات وديه سواء احتياجات ماديه خاصه بالتمرين بتاعه بالتدريب، احتياجاته الخاصه في هنوفره له سواء في مباريات ودية اللي هو عايزه احنا داعمين ليه ان شاء الله بإذن الله ان شاء الله. في عهد اللجنة الخماسية كابتن إيهاب تمسكت بالجهاز المعاون بالكامل. ده سؤال ولا سؤال؟ والآن مش عايز اكمل بقى. انا وانا متمسك بالجهاز تمسكت برضو مع دلوقتي بالجهاز بالكامل معايا. انا اقول بس حاجة، طبعا كابتن محمد شوقي كان هيبقى كده كده معايا المرة اللي فاتت، كابتن عصام ما كانش مطروح اصلا، لكن كابتن عصام كان لسه مغطل تقريبا. اما انا جيت المره دي وبتسال على الجهاز فقلت الكباتن لسبب، كابتن عصام اشتغل الفتره اللي فاتت وكان شغال ما شاء الله كويس جدا، وشوفنا احنا اداء الحراس في بطوله افريقيا وكل المباريات اللي فاتت كانت مميزه جدا. تاني حاجه ان هو كان لسه شغال في وقت قريب وهو مدي إضافة كبيرة لحراسة المرمى أو لمدربين حراس المرمى اللي بقيمة كبيرة سواء كانوا لعيبة أو مدربين، فما كانش يجب أن أنا أو ما كانش في وقت أن أنا أعترض على كلام مش موجود أصلاً. كابتن عصام اشتغل كويس، وهو طبعاً أنا مش عاوز أصغره وأكبرني أوي، لكن هو طبعاً أنا أدى أداء ممتاز، وفي نفس الوقت كان مصطفى بيرمز يعني عاوزينه يشتغل، وفي نفس الوقت أنا فهم يعني كلمنا مع بعض في الكلام ده، وهو عارف أنه هو غير أنه هو لعيب كبير وأنا بقدره، وهو مدرب أثبت أنه هو مدرب كبير.
السنوات الماضيه كابتن كانت طريقه لعب المنتخب دفاعيه، ازاي هتقدر تغير شكل المنتخب الفتره الجايه للكره الهجوميه؟ احنا قلنا حاجه في الاول ان احنا عندنا مهمه سريعه شويه اللي هي اقل من شهر وهنلعب مباراتين. كون ان انت تعمل ايدنتيتي او هويه او تغيير شكل لعب للمنتخب دي عاوزه وقت، لكن هيظل ان احنا هنحاول في الفتره القادمه ان احنا او على الاقل في الماتشات القادمه هنحاول يبقى في شكل مختلف شويه، لكن ممكن تبقى نفس اللعيبه او ما بقاش فيها تغيير كبير، لكن طبعا دي عاوزه وقت شويه، لكن المنتخب شويه مختلف عن الانديه في ان انت بتبقى حريص شويه في التغيير غير